هذا هو المحتوى الذي وجدناه، هذا هو النيش الذي وجدناه، وسأحاول أن أصمم نفس الغلاف ونفس المحتوى، ولكن في يعني حاليا سأبدأ بالمحتوى الداخلي للكتاب. كما تشاهدون فهو فقط عبارة عن أسطر كما أشرت. إذا لنبدأ بكانفا، سأنتقل إلى كانفا، ثم بعد ذلك سأضغط هنا كرييت، ثم أضغط على كوستيم سيز يعني لاختيار المقاس. فهنا صاحب الكتاب استعمل مقاس 8.5 في 11 إنش، أنا كذلك سأستغل على 8.5 في 11. هنا أختار إنش، إذا كان باللغة الفرنسية ستجد مكتوبة بوس، إذا أختار 8.5 في 11، ثم أضغط هنا. إذا هذه هي الصفحة التي سوف أشتغل عليها. فأول خطوة سأقوم بها هو الضغط على إليمنت هكذا، ثم سأبحث عن السطور، سأكتب لين إذن هذا هو السطر الذي سأقوم يعني باختياره، سأضغط عليه مرة واحدة وأتي به إلى هنا، وركز جيدا، فهنا يظهر معي هذا الإطار الوردي، يجب أن يعني أن لا تخرج على هذا الإطار الوردي، يعني ابقى في الوسط دائما. ثم بعد ذلك ستحاول أن تقوم بتغيير اللون، يعني لا تتركه لون أسود، فيجب أن يكون جراي هكذا، وذلك لكي لا يشوش على يعني الشخص الذي يكتب في المذكرة. هنا ستقوم بتغيير يعني تقليل يعني جعله رقيقا هكذا، ثم بعد ذلك هنا يمكنك مثلا أن تقوم بتحويل تلك الخطوط إلى السطور أو إلى النقاط هكذا، يعني للإضافة فقط، ولكن أنا سوف أقوم بتصميم مثل هذا الكتاب، مثل هذا المحتوى. إذا سطور هكذا، هنا يعني 3 فقط، ثم بعد ذلك تضغط عليه مرة واحدة، تضغط على كنترول دي من أجل النسخ هكذا، ثم أضغط على كنترول الدي وإضافته هكذا، ثم بعد ذلك تنسخ هذه الثلاث، وتقوم بالضغط على كنترول دي أيضا، ويعني وتتحكم فيها هكذا. بعد ذلك تنسخ الكل عبر كنترول دي أو كنترول سي وكنترول كنترول في، ولكن يعني اختصار كنترول دي مباشرة هكذا. بعد ذلك تنسخ الثلاث كنترول دي هكذا. فالخط الأول يمكنك التقليل منه، جعله هكذا، يمكنك يعني يمكنك أن تضيف شيء يعني إضافات غير موجودة هنا، يمكنك أن تبدع، لك الحرية المطلقة. على سبيل المثال ممكن أن أضيف هنا ديت، يعني إذا أراد المشتري أن يكتب التاريخ يمكنه فعل ذلك، تأتي به إلى هنا هكذا. هنا تقوم ب يعني تكبير الخط هكذا،
يمكنك أن تضيف بعض الإضافات هنا، مثلا تبحث في إليمو وتبحث، بما أن النيش خاص بالقطط سأبحث عن كات، والموقع سيعطيني العديد من القطط، يعني كانفا يوجد فيه العديد من القطط. وإذا أردت تحميل القطط أيضا من الموقع بيكساباي، يعني أي موقع مجاني سواء بيكساباي أو فري بيك، ممكن أن أقوم أن آتي به إلى هنا هكذا وأقوم بتصغيره قليلا، ثم بعد ذلك أضغط على هنا على بوزيسيون من أجل يعني جعله وراء تلك الخطوط هكذا. ثم بعد ذلك النصوع يجب أن أنقص منه من النصوع، يعني من أجل أن عفوا أتي إلى النصوع هكذا كما تلاحظون، يعني أتحكم في النصوع يعني من أجل تلك السطور، يعني أن تتضح للمشتري هكذا. إذا أضفت قط هنا، يمكنك أن تضيف بعض يعني يمكنني مثلا أن أضيف أن أذهب إلى بيكساباي، سأذهب إلى بيكساباي على سبيل المثال، سأضيف شيء معين فريم، سأضيف هذا هذه الزخرفة، يعني مباشرة تقوم بتحميلها هكذا. ثم أذهب إلى بيكساباي وأضغط على أمبلود، أذهب عفوا إلى كانفا أمبلود هكذا مباشرة، وتقوم بتحميل أو بإضافة تلك الزخرفة إلى هنا. يمكنني أن أقوم بإضافتها إلى هنا، ولكن ركز جيدا، يجب أن لا تخرج على الإطار. يعني هذا إذا أردت فقط، يعني كإضافة فقط، ولكن يجب أن لا تخرج على هذا الإطار. فأنت يمكنك أن تحذف هذا السطر وهذا السطر وتضيف، لا بأس هكذا، ثم أأتي بالصورة هكذا. يعني إذا أردت يمكنك أن تضيف مثل هذا. بعد ذلك تضغط على Add Page، عفوا تضغط على Duplicate Page يعني من أجل النسخ. ثم بعد ذلك فالصفحة الأولى تقوم بحذفها، والصفحة الأولى دائما يعني جعلها يعني مغيرة للمحتوى. ستضيف هنا إطار وتضع مثلا، يعني فهي مقدمة فقط، اجعلها مقدمة. سأعود إلى بيكساباي وسأقوم باختيار إطار معين من أجل إضافته، على سبيل المثال سأختار إطار من هذه الإطارات الموجودة في بيكساباي، يعني أي إطار تريد، هذا على سبيل المثال أقوم بتحميله أيضا، وسأعود إلى بيكساباي عفوا إلى كانفا وأقوم بتحميله هكذا. هنا يمكنني أن أضيف بعض الكتابات، على سبيل المثال يمكن أن تضيف الاسم هنا والتاريخ، يعني فالزبون يقوم بكتابة اسم الخاص به، ولكن سأضيف على سبيل المثال سأكتب مثلا these belong
trunks to هكذا. وأضغط على النقاط، يعني هنا الزبون يعني يمكنه أن يكتب كما تشاهد، ويمكنك أن تكتب date يعني فقط تاريخ و أو جيميل، يمكن الزبون أن يكتب الجيميل الخاص به هكذا كما تشاهد معي. هنا تستطيع أن تقوم بتغيير شكل النص وتكبيره أيضا، إذا هكذا. بعد ذلك كما تشاهد يعني تستطيع، يمكنك نسخ الصفحة المحتوى، يعني تقوم بنسخه 100 مرة. فالموقع فهذا موقع كانفا يعطيك هنا فقط 100 صفحة، لا تستطيع أن تقوم بنسخ أكثر من 100 صفحة، ولكن يمكنك، سأريك أحد المواقع التي تتيح لك دمج الملفات، سأريك هذه الطريقة. سأضيف هنا فقط 50 أو 100، لاحظ معي، وسأقوم بدمج الملف، يعني 100 صفحة، سأضيف 100 أخرى، ويمكنني أن في الموقع نفسه الذي سأقوم بشرحه لك الآن يقوم أيضا بحذف أي صورة تريد، يعني أي صورة تريد من هذه الصور يمكنك حذفها، يعني سأقوم بالدمج وسأقوم بالحذف كما سأكمل بعد ذلك. إذا 80 83 85، يعني أكمل أضغط هكذا حتى أصل إلى 100 صفحة. بعد أن وصلت كما تشاهد، يعني بعد أن وصلنا إلى 100، فالموقع أو هذا البرنامج كانفا لا يعطيني أن أضيف أكثر من 100. بعد ذلك أضغط على داونلود هكذا، ثم أأتي إلى هنا وأضغط على PDF print وليس PDF standard كما تشاهد، ثم أقوم على أضغط على داونلود من أجل التحميل. ثم بعد ذلك سأضيفه إلى هنا، سأسمي هذا الملف، سأسميه على سبيل المثال notebook، سأضيفه إلى هنا. فهنا يعني صاحب هذا الكتاب سأرى كم صفحة، يعني فقط 100 108. أنا على سبيل المثال سأضيف 120 صفحة أو 130، سأضيف على سبيل المثال 130، ولكن أنا لدي فقط 100، كيف سأضيف 30 الأخرى؟ سأذهب إلى هذا الموقع اسمه I love PDF، ثم أقوم بالدخول إلى هذا الموقع وأضغط على فيزيوني PDF من أجل دمج الملف الذي قمت بتحميله هكذا. هذا هو الملف، سأقوم بدمج ملف مع ملف، سأضيف ملف آخر نفس الملف سأقوم بدمجه كما تلاحظ، ثم بعد ذلك أضغط على فيزيوني PDF وأنتظر حتى يعني تتم العملية. فهذا الموقع صراحة I love موقع رائع، ويوجد تطبيق يمكنك تحميله عبر يوجد برنامج يمكنك تحميله عبر الحاسوب الخاص بك. صراحة هو موقع مميز، يعني رائع بالنسبة لي، أنا أفضله على جميع المواقع الأخرى موقع I love. أنتظر الآن حتى يتم تحميل يعني دمج الملفات.
لماذا أقوم بالدمج كما قلت لك؟ برنامج كانفا يعطيني فقط 100 صفحة، وأنا إذا يعني أريد أكثر من 100 صفحة، على سبيل المثال أريد 130 أو 140، على يعني على حسب نوعية الدفتر أو الكتاب الذي تقوم بتصميمه. إذا بعد ذلك أضغط على تيلي شارجي بي دي إف وأنظر إلى الكتاب. هذا هو الكتاب الذي قمت بتحميله، الآن كما تشاهد 200 صفحة، ونفس الجودة، بقيت الجودة نفسها، ولكن بعد ستلاحظ يعني هذه الصفحة يعني مكررة، وأنا لا أضيف يعني لا أريدها في نصف الكتاب. هذه الصفحة يعني موجودة في الأول، لا أريدها الآن. سأذهب إلى الموقع نفسه، ثم أذهب إلى أورغانيزي، سأبحث عن أورغانيزي هكذا، ثم أضغط على سيليكسيوني، ثم أقوم بإضافة الملف الذي قمت بتحميله إلى هنا، وسأقوم بحذف الصفحات. يعني أنا لا أريد في نفس الوقت، أريد حذف تلك الصفحة الموجودة في رقم 101، وفي نفس الوقت أريد أن أنقص من عدد الصفحات. إذا سأذهب إلى تلك الصفحة وسأقوم بحذفها، فهي موجودة في 101. هذه هي الصفحة، سأقوم بحذفها من هنا، ثم بعد ذلك سأقوم بإنقاص الصفحات عبر الضغط على سيبريمي، يعني من أجل ترك فقط 120 صفحة. أريد أنا مثلا فقط 120 صفحة، سأضغط هكذا. لا أدري كم حذفت من صفحة، يعني تقوم بحذف الصفحات هكذا حتى تصل إلى، أنت تقوم بالحذف وتحسب يعني كم صفحة حذفت. بعد أن تحذف الصفحات المطلوبة تقوم بالضغط على أورغانيزي هكذا، ثم تضغط على تيلي شارجي. يعني لا أريد أن أطيل عليكم الفيديو أكثر. إذا كما تشاهد فقط 130 صفحة، ويمكنك يعني حذف أكثر من ذلك. إذا هذا هو المحتوى الداخلي الذي قمنا بتصميمه في برنامج كانفا.